مساء الخير. إذا كان استخدام الفسفور الأبيض جريمة، فتركيا ارتكبتها في هجومها الأخير على الشمال السوري بحسب العديد من التقارير المصورة. وإذا كان التجاهل المخزي للمدنيين وقتلهم جريمة، فتركيا قامت بذلك كما أكدت منظمة العفو الدولية. وإذا كان الإعدام الميداني والتمثيل بالجثث جريمة، فبعض من قاتل إلى جانب تركيا ما تردد في ارتكابها كما أكدت بالصورة والصوت فيديوهات انتشرت مؤخرا. وزيد على هالشيء أنه هناك أدلة على بعض هذه الجرائم عن جهات ودول مختلفة بين الولايات المتحدة. منناقش هالموضوع مع ضيوفنا من اسطنبول، أحمد حمادة المحلل العسكري السوري، ومن مدينة بوخوم الألمانية نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات، ومن لندن غسان إبراهيم مدير تحرير موقع أحوال تركيا. الأحداث المتسارعة بسوريا وأول مقتل أبو بكر البغدادي ما أنهت الحديث عن الجرائم المحتملة اللي ارتكبتها القوات التركية في شمال شرق سوريا، وبمقدمتها استخدام الفسفور الأبيض السلاح المحرم دوليا بحسب تقارير إعلامية تحدثت عن ثبوت استخدامه ضد المدنيين في مدينة رأس العين ذات الأغلبية الكردية، حيث ظهرت الإصابات على شكل حروق وطالت الأطفال والنساء في الأماكن المستهدفة، وقد تم إسعاف المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. ورغم ذلك أدت الهجمات إلى عدد من الوفيات بحسب منظمات حقوقية، كذلك ارتكبت إعدامات ميدانية بحق مقاتلين وسياسيين أكراد، من بين إعدام الناشطة الكردية هيفرين خلف بدم بارد كما أكدت منظمة العفو الدولية. ويلاحظ أن غالبية الإعدامات نفذها مقاتلون موالون للجيش التركي، لكن المنظمات الدولية تحمل تركيا المسؤولية عنها. إضافة لما تقدم، أكدت منظمات حقوقية مقتل 72 مدني بنيران القوات التركية ومنع الكوادر الطبية من العمل على إسعاف المدنيين. أرحب فيكم ضيوفي. رح أبدأ معك سيد أحمد، خلينا نبدأ من حيث بدأ الشرح في هذا التقرير. هل فعلا استخدمت تركيا أسلحة محرمة دوليا ومن بين الفسفور الأبيض؟ السلام عليكم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك. بداية، تعريفا بالفسفور الأبيض، هو مادة تحترق فور اصطدامها في الهواء، تنشر حرارة من 1000 حتى 6000 درجة مئوية، وحسب منطقة نقطة الصفر التي يتم الاستهداف فيها. تستخدم هذه الأسلحة من أجل تأثير المقاتلين المدافعين مثلا، أو في حال تعسر العملية العسكرية الهجومية يتم استخدام هذه الأنواع من الأسلحة. طبعا هي أسلحة محرمة دوليا بموجب ميثاق جنيف عام 1980، لأنها تقوم بإحراق القوى الحية الموجودة على الأرض. أما بالنسبة لما يتم الحديث عنه، عن استخدام تركيا لهذا النوع من الأسلحة، سبق أن شنت تركيا عمليتين عسكريتين في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون، وكانت أعقد من هذه العملية العسكرية بكثير، كون الطبيعة الجغرافية لمنطقة عفرين كانت هي منطقة جبلية، منطقة أشجار محصنة بشكل كبير، أوليت اهتماما كبيرا من قبل البيدي كونها منطقة يسكن فيها الأكراد، وهي قامت بتحصينها تحصينا دقيقا. أما إذا انتقلنا إلى المكان الآخر رأس العين، فقوات سوريا الديمقراطية دمرت بعض الحصون وهي كانت تستعد للانسحاب من تلك المنطقة. لكن سيد أحمد، يعني لنعود إلى نقطة السؤال، يعني هل استخدمت تركيا أسلحة محرمة دوليا ومن بينها الفسفور الأبيض؟ نعم، سأتي إليك. نعم.
جوابا تركيا لم تضطر لاستخدام أي نوع من هذه الأنواع، هي استخدمت الأسلحة أو العملية النظيفة أو يعني الناعمة، الحرب الناعمة، لأنها حتى الآن يعني من يزور مدينة تل أبيض ورأس العين وباقي القرى لا يرى بأن هناك تهديما كالذي حصل في خان شيخون أو في المناطق التي تدخلها. لكن ما هو تبرير هذه الصور الموجودة لأطفال مصابين بحروق يعني غريبة، خلينا نقول يعني تبين أن هناك نوع غريب من الأسلحة قد تم استخدامه بهذه المناطق؟ لن نقول بأن هناك بعض الصور التي نشرتها قوات سوريا الديمقراطية وبعض المنظومات التابعة لها كانت صور مفبركة وهي بعيدة عن هذه المنطقة، هي مأخوذة من مكان آخر، لذلك عسكريا واستراتيجيا لا تحتاج القوات المهاجمة التي تمتلك القوة النارية والجوية وكل أنواع القتال. يعني باختصار سيد أحمد تقول أنه تركيا ليست بحاجة لاستخدام هذه الأسلحة وهذه الصور هي مفبركة. طيب سيد نواف، من جانب آخر، لماذا تستخدم تركيا هذه الأسلحة المحرمة بالوقت العين مفتوحة عليها وعلى الهجوم العسكري اللي عم تقوم فيه على شمال شرق سوريا؟ تحياتي لك وللضيوف. يعني لماذا استخدم النظام الأسلحة المحرمة دوليا ضد الشعب السوري؟ لماذا استخدم الفسفور الأبيض؟ الصور التي يتحدث عنها الضيف كمن يعني إذا هلا نحن قاعدين كسوريين تسألي واحد ضابط سوري من الشام أنه استعملتوا البراميل ولا استعملتوا غيرها من الأسلحة المدمرة، بالتأكيد ما في يرد غير بالنفي. الصور التي نشرت لم تنشر من قبل وسائل إعلام محلية تابعة للإدارة، صور نشرتها كبريات وسائل الإعلام العالمية وليست المحلية الكردية، والذين تناولوا الصور هي منظمات دولية. الإدارة قالت نشكك ولم تقل إنها تؤكد، لأنها لا تملك من الإمكانيات كي الإمكانيات المخبرية وغير ذلك من الأمور التقنية التي لست مختصا فيها. المسألة باتت تتم متابعتها من قبل منظمات دولية والصحف العالمية التي كتبت عنها، صحيفة الجارديان والتايمز وغيرها من الصحف. أما الضيف بالتأكيد سينفي ذلك، يتحدث عن عملية ناعمة، يتحدث عن عملية نظيفة، وهي أكثر العمليات قذارة أدت إلى أفراغ مدينة رأس العين من السكان وفق الأمم المتحدة وليس وفق المنظمات الكردية كما لا يحب الضيف أن يقول. الصور التي تنشر لأن هناك وسائل الإعلام العالمية موجودة هناك، يعني ومنطقة لم تغلق حتى الآن، هناك متابعة حساسة لتلك الوسائل، وحتى موقع الحرة نشرت العديد من الصور. العملية النظيفة التي أدت بياسر عبد الرحيم إلى أن هو ورفاقه يقولوا للمقاتلة تشيك للذبح، والله أول مرة بسمع أن السوريين لما بيمزحوا يقولوا للذبح، يعني إذا كانوا بيمزحوا يقولوا للذبح فعمليا شو بيساووا؟ ياسر عبد الرحيم الذي مدحه أردوغان يعني خرج بتلك الصورة، وحاتم أبو شقرة الذي أخذ الصورة مع أردوغان وهو يأخذ الأسرى. أنا خليني أوقف عن نقطة يعني هذه الجريمة اللي تكلمت عنها سيد نواف. سيد غسان، لأي درجة هذه الصور والفيديوهات اللي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للأسف يعني أحرجت السوريين والثورة السورية من تصرفات هؤلاء الأفراد؟ للأسف حقيقة لا يوجد حرب نظيفة حقيقة، أي حرب هي جريمة بداية، يعني إعلان حرب هي جريمة. شهدنا خلال السنوات الثمانية أو التسع سنوات عندما قام نظام الأسد بأي تحرك عسكري حتى لو كان هادئ، هذا التحرك أدى إلى العشرات والمئات من القتلى والموتى، وكنا لا نتوقع أن نشاهد المزيد من القتل والإجرام من أشخاص كان بهم أولى بهم أن يكون حربهم للدفاع ضد نظام الأسد، فإذا بهم يتركون نظام الأسد ويتحولون للأسف كمرتزقة يعملون عند أردوغان ليخوضون معارك ليست بمعارك السوريين. السوريين ليست معركتهم مع أي مكون آخر، لا مع مكون عرقي ولا مع مكون ديني، بل كانت معركتهم الأساسية هي من أجل الحرية والكرامة
والدفاع عن أنفسهم من نظام الأسد وميليشيات إيران. فإذا بتركيا تحول هؤلاء السوريين الذين خرجوا من أجل هذه القيم إلى أشخاص يعملون عند أردوغان، عند أهدافه السياسية التي لطالما كانت أغلب العمليات تكون على حساب أهداف الثورة السورية. يعني كل الصفقات التي قام بها أردوغان مع الطرف الروسي حولت مكاسب الثورة السورية من 60% من سيطرة على الأراضي السورية إلى أقل من 10%. حول كل هذه المناطق قدمها لأردوغان، أردوغان قدمها لبوتين ليتفرغ لمحاربة الأكراد. أردوغان عنده مشكلة أساسية أنه لا يستطيع أن يتفاهم مع مكونات شعبه. للأسف تركيا منذ عهد العثمانيين ارتكبت مجازر عديدة، ارتكبت ضد الأرمن وضد الأكراد وضد مكونات أخرى وضد اليونان، وبالتالي تاريخها الدموي تحول الآن من جديد في ظل العثمانية الجديدة. إذن سيد غسان، أنت عم تقول أنه تركيا تقوم بالحرب في سوريا عوضا عن يعني حرب ضد الأكراد الموجودين في تركيا؟ يعني بالتأكيد، يعني أردوغان اليوم عندما يقوم بضرب أكراد سورية هو للأسف يعني يربي أكراد تركيا. هو يقول للساسة الأكراد في تركيا انظروا ماذا فعلت بأكراد سوريا، وأيضا يرسل رسالة إلى أكراد العراق. يعني أردوغان يستغل الآن الفرصة ليقوم بعملية قذرة من الناحية العنصرية، من الناحية اللا أخلاقية، واتهامه بجرائم الحرب اليوم لم تعد من أطراف سورية محددة، بل اليوم هناك الأمم المتحدة تتحدث عن ذلك، منظمة العفو الدولية، وسائل الإعلام. وبالحديث عن هذا الموضوع سيد غسان، يعني أيضا بدنا نحكي عن استخدام الفوسفور من أهالي المناطق اللي تحدثوا لكاميرا الحكي سوري عن تجربتهم بهذا الموضوع. خلونا نشوف. وبلش القصف بالطائرات وبالدبابات وبالمدافع وبكل الأسلحة، وحتى الأسلحة المحرمة دوليا، يعني في إثباتات أنه ضرب قنابل عنقودية في منطقة رأس العين. ياما سمعنا هيك أكاذيب، وبالأخص الدولة الفاشية التركية، يعني مستحيل من سبع المستحيلات أنه يوقف إطلاق النار. منذ 15 يوما ونحن ننتقل، ماذا يريد الأتراك؟ كنا في مدينة الدرباسية وذهبنا إلى قريتنا ثم انتقلنا إلى مدرسة، وحاليا ننام منذ يومين في الشوارع. بقينا نركض لمدة 5 ساعات متواصلة، نركض حتى وصلنا إلى هنا، كنا نركض من الخوف والرعب. يعني هون منظمات إنسانية لازم يوقفوا حد، يحطوا حد لهالشغلات، ما يحطوا حد لهالشغلات، ليش ما في غير إكراد على الإبادة؟ أول يوم طلعنا العالم تهجر، بس ظلت نص العالم ظلت، مو كلهم هجروا، بس اللي عندهم أولاد صغار. شعورنا شلون بدي لكم؟ ليش ضل في شعور عنا؟ ليش ضل في أحاسيس عنا؟ ما ضل شيء. عم نهرب من هون لهون لهون لهون. سيد أحمد، يعني سمعت ما تفضلوا فيه شهود عيان حول الموضوع. طيب إذا قلنا إن الصور اللي بتثبت استخدام الأسلحة المحرمة ممكن تكون مفبركة، ماذا عن قيام تركيا بعملية تغيير ديموغرافي ويعني طرد أهالي المناطق من بيوتهم؟ أولا، المعركة ليست ضد المكون الكردي. منطقة رأس العين هو يعرفها غسان ويعرفها نواف بأنه لا يوجد فيها، يعني ليست كردية، هي من كل النسيج السوري. كذلك مدينة تل أبيض هي عربية وتركمانية، وكل المنطقة لا يوجد فيها مكون كردي بشكل أساس. المعركة هي ضد العصابات التي اختطفت القرار الكردي، هؤلاء الذين اتحدوا بالأمس مع بشار الأسد وسلموه المناطق التي ضاعت الأفكار التي يحملونها أو التي أعطوها وسوقوها للشعب الكردي وللشعب العربي في تلك المنطقة. من يعيد تنظيم قواه مع بشار الأسد لا يحق له أن يتكلم عن أي جريمة أو أي شيء. تركيا دخلت مع الجيش الوطني في تلك المنطقة من أجل تقليص هؤلاء الذين كانوا رهائن عند قوات البويدي،
وتلك المنطقة. نسأله للسيد غسان، ماذا تفعل قوات سوريا الديمقراطية في تل رفعت وفي منطقة الشهباء؟ ماذا تفعل هذه القوات في منطقة الهول والحسكة وفي منطقة شرق الفرات في منطقة الشيوخ عندما تمنع هذه من دخول الأهالي البيوت إلى بيوتهم؟ إذن هذه الحرب ليست ضد مكون بعينه، هي ضد فقط هذه القوات التي ارتكبت جرائم تطهير عرقي وقتلت الشعب. طيب خليني أقول هالنقطة لسيد نواف. سيد نواف باختصار، تفضل سيد أحمد، بأنه من يتعاون مع النظام السوري لا يحق له بالحديث عن الجرائم، ومن يصبح مرتزقا لدى حكومة العدالة والتنمية، ومن يقوم بدور الدليل الذليل أمام قوات الاحتلال التركي التي دخلت إلى عفرين وهجرت أهلها عفرين، التي يعرف أحمد أنها كانت يعني يسكنها أكثر من 90% من الكرد، وقامت حكومة العدالة والتنمية بتهجير أكثر من 250,000. ومن يقوم الآن بإفراغ مدينة سيريكانية من كرديها وسوريانها والجزء الأكبر من عربها لا يستطيع أن يتحدث عن الثورة والثورية، هذه نماذج من ثوار الثورة السورية ياسر عبد الرحيم الذي التقط يعني الذي مدحه أردوغان، وهذا هو الإعلامي المجرم الذي كان يعيش في ألمانيا، وهذا أبو شقرة الذي يتباهى على الطريقة الداعشية بذبح الكرد السوريين والذين قتلوا السياسية الكردية، وهذا تقرير منظمة العفو الدولية. طبعا أعتقد كل من يبرر للاحتلال التركي ستكون له ملفات، وبالتأكيد الكرد والسوريين عموما يقومون بجمع كل الأدلة للمشاركين والمدافعين يعني لكي يصار في القادم من الأيام لتقديمهم للجهات المختصة. الضيف من يعني هل تتوقعين الضيف من أنقرة أن ينتقد حكومة العدالة والتنمية؟ يعني هذه مسألة كبيرة بالتأكيد، لا هو لا اللي أكبر منه يقدر ينتقده. بالنسبة لي بس عذرا سيد نواف، خليني أعطي سيد أحمد حق الرد ولو بثلاثين ثانية لو سمحت. سيد أحمد، بالنسبة لسكان عفرين الذي يتكلم بأنه تم تهجيرهم، مناطق العمليات بشكل عام أين ما كانت المعركة يتم إبعاد السكان المحليين حتى لا يتم تأثيرهم في المعركة. البيوت مفتوحة، إما إذا كانوا عناصر من البيكيكي أو بيدي فهم لا يرجعون إلى تلك المناطق، هذا واحد. أما بالنسبة لتركيا فتركيا اليوم تحتضن 4 مليون إنسان سوري، ومنهم أكثر عدد كبير من الأكراد الذين فروا من ظلم قوات البويديه، هذا واحد. اثنين، تركيا تقف مع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد المجرم الذي يقف معه اليوم نواف والبويديه في تلك المنطقة. تركيا أعلنت أكثر من مرة وبكل الاتفاقيات التي حددتها مع أمريكا وكذلك مع روسيا بأنها ليست محتلة، هي دخلت منطقة درع الفرات لطرد عصابات بغدادي، هي دخلت في منطقة عفرين من أجل طرد البويدي، وكذلك في هذه المنطقتين رأس العين وتل أبيض. تركيا لم تدخل من أجل احتلال أراضي، وعندما تكون تركيا تأتي إلى هذه المناطق من أجل أن تحتل الأرض فنحن سنكون مدافعين عن أرضنا وعن حدودنا وعن سيادة سوريا واستقلالها. طيب بدي في عذرا بس بدي أعطي أيضا سيد غسان وهي التي جلبت وقت الحديث. سيد غسان، من أجل أن يكون هناك دولة انفصالية في سوريا روج أوفا، بالحديث على أنه تركيا تريد محاربة قوات التابعة. طيب تفضل سيد نواف. تفضل. حينما كنت معارضا، وهذا موجود ويمكن لأي مشاهد أن يعود، حينما كنت معارضا لنظام الأسد كان الضيف يهتف بالروح بالدم نفديك يا بشار،
وهؤلاء الذين خدموا الأب والابن والآن باتوا ينظرون علي. لا 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 غسان، لا غسان، أنت تكذب يا غسان. نعم سيد غسان. جيدا. سيد غسان أنا بالحديث جيداً. إذا سمحتوا ضيوفي بعيدا عن شخصنة الحديث، نحن هون عم نحكي على موضوع عام بخص أغلبية الشعب السوري وليس حديث شخصي. سيد غسان مثل بشار الأسد. نعم سيد غسان، يعني تفضل ضيفي بأنه تركيا صرحت بأنها تريد محاربة القوات التابعة للبغدادي، ولكن بالوقت نفسه هناك بعض التقارير تحدثت عن تسهيلات تركية لعملية تهريب المعتقلين الدواعش اللي كانوا موجودين في شمال شرق سوريا. شو رأيك بالموضوع؟ يعني حقيقة للأسف تركيا ليس فقط اتهمت من أطراف دولية، بل اتهمت من روسيا التي الآن هي حليفة لها. الروس أظهروا عدة فيديوهات توثق عمليات يعني الدعم المالي التركي لداعش مقابل الحصول على النفط السوري في فترة سيطرة داعش على شرق البلاد. فبالتالي وأيضا اليوم نشاهد مقتل البغدادي تم أيضا على الحدود التركية السورية في منطقة تتواجد فيها النصرة، والنصرة معروف أنها أحد الأذرع الإخوان المسلمين برعاية أردوغان ومن يقفون معهم للأسف. لكن سيد غسان يعني أيضا لنكون موضوعيين هنا، أشاد الرئيس الأمريكي بالدور التركي في مساعدة بالقبض وإلقاء القبض على البغدادي. مسؤولة على البغدادي بالتأكيد، هذا ما تم ضمن صفقة. أنا ذكرت أن أردوغان الذي يرعى الإرهاب يعلم أين تفاصيل وجود هؤلاء الإرهابيين. اليوم أردوغان قدم البغدادي لترامب مقابل منطقة شرق البلاد، وغدا ربما يقدم الجولاني لروسيا مقابل منطقة. نعم ضيوفي بعتذر منكم، لكن للأسف وصلنا لنهاية الوقت المخصص لهذا الحديث، وبشكر ضيوفي اللي شاركونا النقاش من اسطنبول أحمد حمادة المحلل العسكري السوري، ومن مدينة بوخم الألمانية نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات، ومن لندن غسان إبراهيم مدير تحرير موقع أحوال تركيا. أهلا بكم من جديد. على خلفية أكثر من حدث ولا سيما الحريق وأعمال الشغب في جزيرة ليبسوس، وضعت اليونان خطة لإعادة آلاف المهاجرين لتركيا. هالأمر أثار مخاوف اللاجئين السوريين هناك، خصوصا في حال إعادتهم إلى تركيا، البلد يلي أصلا عم يزيد التضييق عليهم فيه يوم بعد يوم. بعد أيام من الحريق الذي اندلع في مخيم للاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة في جزيرة ليسبوس وما تلاه من أعمال شغب، قررت الحكومة اليونانية إعادة نحو 10,000 مهاجر إلى تركيا بحلول نهاية العام 2020، كما قررت تشديد الإجراءات الأمنية الهادفة إلى الحد من تدفق اللاجئين من تركيا، بمن فيهم هؤلاء الذين فروا من إدلب والشمال السوري بأكمله بسبب المعارك والعمليات العسكرية هناك. على أن هذه الموجة على ضخامتها لن تكون الأخيرة، فاليونان على موعد مع موجة أخرى من اللاجئين السوريين الذين سيصلون إلى حدودها بعد انتهاء مهلة 30 نوفمبر المعطاة للآلاف منهم لمغادرة اسطنبول. وإزاء ذلك يتخوف اللاجئون في اليونان من أن يشملهم قرار الإعادة إلى تركيا التي بدورها تقوم بالتضييق على اللاجئين المتواجدين على أراضيها وسط دعوات لإعادتهم إلى بلادهم. ومن المعلوم أن اللاجئين السوريين في اليونان وجزرها غالبا ما يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة لأسباب عدة، بينها شح المساعدات المقدمة لهم من قبل الدولة والمنظمات المعنية، واستغلالهم في أسواق العمل السوداء كونهم لا يجيدون لغة البلاد ولا يملكون الأوراق التي تخولهم العمل فيها. ومن أكبر الأخطار الأخرى التي تهدد حياة اللاجئ السوري وعائلته في اليونان هو احتمال وقوعهما فريسة سهلة في يد عصابات تهريب البشر، ما قد يودي بهما إلى الموت أو فقدان أي مدخرات مالية لديهما.
وعلى المستوى الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية اليونانية إلى ترحيل المزيد من المهاجرين واللاجئين السوريين إلى تركيا. وبتقرير داخلي أبدت المفوضية قلقة من بطء عملية إعادة الوافدين من تركيا وطالبت بزيادة سرعة اتخاذ القرارات النهائية بشأن طلبات اللجوء فيها. بالمقابل واصلت اليونان دعوة الاتحاد الأوروبي إلى توزيع عبء المهاجرين بشكل أكثر عدلا، وذلك بعد الحديث عن زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين يلي وصلوا للجزر اليونانية بالأسابيع الأخيرة. ومعنا من أثينا ضرار كنو الناشط في مجال حقوق الإنسان، ومن لندن أحمد سعدون الخبير في شؤون الهجرة واللجوء. برحب فيكم ضيوفي. سيد ضرار، ما حجم تأثير الخطة اليونانية على اللاجئين السوريين الموجودين هناك، خاصة وأنه في مخاوف بين اللاجئين من يعني إعادتهم إلى تركيا اللي هي بدورة عم تشدد أيضا عليهم؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكم وبالضيف الكريم. ثانيا بالنسبة للوضع اللاجئين السوريين والخوف تبعهم أنه مشان تنفيذ الاتفاق المشترك يعني اللي كان بين تركيا والاتحاد الأوروبي ل 2016 أنه ترجيع اللاجئين، أنه أي لاجئ بيرتفض طلبه بترجع مباشرة لتركيا. بالنسبة لأزمة اللجوء اللي قلنا عنها وخصوصا بالأشهر التسعة الأولى يعني من هذا العام، يعني نسبة 25% في زيادة، يعني كان هذيك السنة 33,000، اليوم وصلوا ل 45,000 يعني لاجئ ومهاجر. الخوف الأهل السوريين هو الرجوع لتركيا بعد الإجراءات والتضييق من الحكومة التركية بالترحيل، يعني وخصوصا اللي شفناها بالشهر الماضي أنه الترحيل السوري من مدينة اسطنبول للولايات الجنوبية أو للداخل السوري. هذا الخوف دائما يعني ملازمهم للأسف يعني. نعم. طيب سيد أحمد، يعني بالنسبة للوضع الجزر يعني. نعم سيد أحمد، من ضمن قوانين الهجرة في الأوروبية، هل يحق لليونان إعادة اللاجئين السوريين اللي مقدمين طلب لجوء بأراضية بأعداد كبيرة إلى تركيا، يعني ضمن الاتفاقية اللي أو الفكرة اللي طرحتها؟ شكرا جزيلا لحضرتك ولقناة الحرة على الاستضافة ولضيفك الكريم. طبعا هناك مسألة جدا قانونية أود أن أوضحها لحضرتك والمشاهد الكريم، على أنه اليونان من الدول التي موقعة على معاهدة 1951 اللي هي حقيقة جنيف، معاهدة جنيف لحماية اللاجئ في حالة تعرض يعني بلده إلى خطر الحرب أو في حالة عودته إلى بلده، أنه سوف لن يكون هناك حالة من الاستقرار أو من العيش الكريم أو هناك حالة أذى مباشر، وهذا ما يحصل بالملف السوري حقيقة يعني مباشرة، وكذلك الملف العراقي اللي يحصل على أنه اليونان كدولة لحد هذه اللحظة لم تمنح أي لاجئ إن كان عراقي أو سوري أو أفغاني أو يمني أي ما يسمى بحق الحماية، لأنه اليونان كدولة حكومتها لأكثر من بالضبط من 2015 لحد هذه اللحظة أعلنت يعني بصريح العبارة على أنه دولة فقيرة، دولة غير قادرة على توفير ما يسمى بالحماية والسكن والطبابة وما يسمى بالمساعدات الاجتماعية الكاملة اللي يحق لطالب اللجوء. كذلك ضباط الهجرة ووزارة الداخلية اليونانية أعطت صورة سيئة للاتحاد الأوروبي، لأنه لم تدرس أي ملف. حقيقة هناك كثير من الناس الآن، اليونان تحديدا أثينا أو الجزر اليونانية هي ممر يستخدمه مافيا التهريب لغرض وصول طالب اللجوء العراقي السوري إلى بر الأمان، ووصوله إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا تحديدا. لذلك أنه اليونان هناك يعني وضع وتقصير كبير من قبل الحكومة اليونانية ووزارة الداخلية اليونانية اتجاه اللاجئين. طيب سيد ضرار، يعني لاحظنا مثل ما كمان تفضلت حضرتك انه في زياده كبيره باعداد اللاجئين الهاربين من تركيا الى اليونان، شو هو السبب الحقيقي وراء هي الهجمه الجديده خاصه في الاسابيع الثلاث الماضيه؟ يعني مثل ما قلنا يعني بالنسبه للوضع اللاجئين يعني دائما في ردات فعل، يعني خلينا نذكر ولا ورجعنا شوي لكم سنه لورا بحالة تهجير الغوطة والهذا، دائما أي شيء بيصير بسوريا أو بالعراق أو بالمناطق هي له ارتداد كبير، وخصوصا لليونان باعتبارها هي الممر الوحيد
أو البلد الأوروبي الأول. يعني دائما اليونان هي مش عبارة عن هدف اللاجئ، لا لا، هي عبارة عن ممر، بلد عبور لا أكثر ولا أقل. بالنسبة للوضع مثل ما قال الضيف أن الحكومة اليونانية وتقصيرها وهذا، خلينا نكون واقعيين، يعني الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي في أزمة ثقة بيناتهم، خلينا نحكيها بالأحرى أزمة ثقة، ما في، وخصوصا يعني ما في دفع النقود للحكومة اليونانية، دائما بيكون عبر الجمعيات أو المنظمات الأوروبية. يعني هذه النقطة البداية. والنقطة الثالثة يعني وخصوصا بالشهر الأخير أو الشهرين الأخيرات، دائما الوضع بتركيا كمان ردة فعل شو صار باسطنبول بالنسبة للترحيل وشبه ذلك، العالم يعني ما عاد يعني ما له غير المفر انه تجي لاوروبا، وخصوصا الوضع الكارثي باليونان. هل ستقوم دول الاتحاد الاوروبي بتوزيع اللاجئين الموجودين بشكل عادل كما طلبت اليونان، ام انه يعني سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ للأسف دول الاتحاد الأوروبي يعني دائما ينتظرون الفرصة التي تحصل فيها كارثة، أما يعني مقتل لاجئين، أما قيام لاجئ باعتداء على مواطن من ذلك البلد، أما حريق يظهر فيه ضحايا أبرياء من أطفال ونساء، ذلك الوقت يتخذون بعض الخطوات الخجولة بتوزيعهم. لكن هاي مسؤولية حقيقة، مسؤولية أخلاقية ودولية اتجاه وضع مأساوي لحد هذه اللحظة. يعني ما يحصل الآن في سوريا، ما يحصل الآن في العراق من 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 حكومة، يعني حقيقة حكومة مافيا لسرقة أموال العراق. لذلك الناس تحاول قدر المستطاع للمغادرة والعيش بكرامة في دول الاتحاد الأوروبي. عندما أنا في من طفولتي عندما أسمع بريطانيا أشعر أنه هذا البلد حقوق الإنسان، حقوق المواطن. وبالعودة على الوضع يعني في اليونان بحماية الإنسان في حالة تعرض إلى خطر الحرب. سيد ضرار، كيف بتوصف وضع اللاجئين السوريين الموجودين بالجزر اليونانية اليوم؟ بس تعقيب للضيف بالنسبة لإعادة التوطين أو ما بيقول أو التوزيع العادل للاجئين، كلياتنا بنتذكر بال 2017 كان في إعادة توزيع للاجئين وفي تخبط بالحكومات الأوروبية. يعني خلينا نحكي ونكون واقعيين، بولونيا يعني رفضت استقبال أي لاجئ، المجر كذلك الأمر يعني كمان يعني رفضت استقبال أي لاجئ بخطة التوزيع. كان الدولتين الوحيدتين اللي هن السويد يعني بالعدد شي 50,000 على ما أظن، وألمانيا، هن الدولتين الوحيدتين اللي استقبلوا عدد كبير، والبقية غير الدول الثانية فرنسا وليتوانيا ورومانيا. بس يعني في مثل ما قلت بولونيا والمجر. لكن كيف بتوصف وضع اللاجئين السوريين بجزر اليونانية اليوم؟ أي لاجئ. والله بالنسبة للوضع وضع كارثي، وضع مأساوي. يعني خلينا نكون واقعيين، بالنسبة للحريق الأخير بجزيرة ساموس، يعني جزيرة ساموس المركز الاستضافي أو المخيم، يعني استطاعته الكبرى هي 600 شخص، حاطين فيه 4,000 شخص. يعني لكل حمام، لكل 100 شخص حمام واحد. بالنسبة للحرائق يعني خلينا نكون هي لفت للأنظار، يعني حتى محاولات الانتحار من بعض اللاجئين والحرائق اللي عم بتصير، ما رح أقول إنه تكون معتمدة، ولما الحرائق بتصير وهاي إنه نحن هون، نحن في بشر موجودين هون، يعني عم يطالبوا الحكومات الثانية. يعني في تغيب كبير من الإعلام شو عم بيصير فيهم بالجزر. أما بالبر اليوناني يعني خلينا إنه بمدينة أثينا أو بالبر اليوناني بيكون الوضع اللاجئ شبه مقبول وجيد. الكارثة الكبرى هي بالجزر، لا والمشكلة الأصعب. شكرا لك سيد ضرار. شكرا ضيوفي على المعلومات. بنهاية هالفقرة بشكر ضيوفي ضرار كنو الناشط في مجال حقوق الإنسان، وأحمد سعدون الخبير في شؤون الهجرة واللجوء. هجر العلوم السياسية إلى عالم التصوير، أخذ صور شهيرة لحافظ وبشار الأسد، عاين الفروقات بينهم، وخرج من سوريا بشنطة مليانة ذكريات مرتبطة بعمله. المصور السوري عمار عبد ربه ضيف فقرة كأنه امبارح.
أنا اسمي عمار عبد ربو، أنا مصور وصحفي بنفس الوقت. ولدت بدمشق بالشام عام 1966، وكان يعني كبرت بدمشق فترة كتير قصيرة، بعدين كبرت بليبيا بأفريقيا وبعدين بلبنان، فكانت سوريا دائما نروح إجازات ودائما بالقلب مع أني ما كنت عايش فيها. التصوير كان دائما بالنسبة لي يعني كنت مصور سيء جدا كطفل أو كمراهق، بعدين درست العلوم السياسية بباريس حتى أكون صحفي، بس شاء القدر مثل ما بيقولوا التقيت بعالم مصورين وعلموني التصوير ودخلت للتصوير وحبيتها بسرعة لأنه لقيت أنه فيها نوع من اللغة. يعني أنت بتكتب نص كصحفي، نص جميل يمكن أن يترجم للغتين أو ثلاثة أو خمسة بالكثير يعني، أو صعب حتى يترجم، أما الصورة فورا بدون أي ترجمة في ناس بتحبها أو ما بتحبها، بتقبلها أو ما بتقبلها، بتتبناها أو لا، فهي لغة بحد ذاتها. يعني كنت شوف أنه في صور لي تنشر باليابان أو بتشيلي أو ببلاد بعمري ما رحت لها. هلا أنا كوني جاي من برا كان عندي دائما حرية أكثر، يعني في صور أوقات نشرتها أنا بعرف إنه كان في مصورين سوريين مستحيل ينشروها. يعني بتذكر لنحكي عن بشار الأسد مثلا، بتذكر مرة صورته صورة عم يسوق سيارته مثلا لسبب ما بعرفه، يعني ما بعرف شو الخطورة كانت بهالصورة، بس في كتير مصورين سوريين لنقول من داخل سوريا كان ممنوع يصوروا هيك صورة وممنوع ينشروها وممنوع تتوزع. مع حافظ أسد ما كان فيها شيء، يعني كان عسكري صارم صعب ما بيعطي لا للتصوير وحتى للإعلام، يعني ما في أهمية بالإعلام. يعني ب30 سنة حكم سوريا في يمكن مرة أو مرتين صور هو وزوجته وأولاده عائلية أو حميمية على 30 سنة، فبالنسبة للتصوير ما كان لنقول الشخص الأنسب. بشار لا، بشار مثل ما قلنا عنده وعي أكثر بكثير بالصورة، بيعرفها، بيعرف أهميتها، بيعرف خطورتها، فلعب أكثر على الصورة يعني بطريقة ما، إنه وقت بتكون أنت شو لابس كرافات وأنيق وزوجتك لابسة أفخم الماركات العالمية، بتصير فجأة بصفحات مجلات لنقول بتهتم بالأناقة ولا بتهتم باللبس ولا بتهتم بالمظهر، وبتصير الناس بتنسى سجون التعذيب وبتنسى التوقيف وبتنسى القهر وبتنسى الرشاوي وبتنسى الفساد وكل شيء كان عم يصير بسوريا بتقدر أنت بصورة ما تغطيه. بتذكر مرة بوقت زيارة البابا يوحنا بولس الثاني لسوريا يعني ب2001، بتذكر مرة كان في مصور، ومن هون نرجع للصورة تبع بشار الأسد عم يسوق السيارة، يعني بعد ما استقبال البابا بالمطار بمطار الشام، بعدين بده يمشي الرئيس بشار، فواحد من الحرس بيقول ما حدا يصوره هو عم يطلع بالسيارة ويسوق السيارة لأسباب أمنية ولا هيك شيء يعني. ففي حدا من المصورين كان بعده لايف على التي في يعني حامل الكاميرا، ويمكن اللايف بتعرف كيف المخرج بيعطي أوامر أو هيك شيء، فيمكن قال له خليك على الرئيس أو الحقه أو خليك وراء أو هيك شيء، فقلت لي ضل وراء، وطلع بشار بالسيارة وراح. فبيهجموا على مصور هذا شخصين يعني من الحرس، وبيبهدلوه وبيضربوه كف عجيب يعني كف كثير عنيف، بيوقع تقريبا والكاميرا تبعه انه يا حيوان ما قلنا لك ما تصور ما بتفهم ما بعرف شو ما يعني حكي عجيب، لدرجة انه كلنا يعني كنت انا موجود وعدد من المصورين الاجانب كثير انصدمنا، يعني لانه يعني كان بكفي بس يقول له بلاها او وقف تصوير او هيك شيء، ما كان بده كمية العنف الزايدة. بتذكر وقتها يعني يوميت المساء اجى على المركز الصحفي وزير الاعلام عدنان عمران وقتها،
وزير الإعلام عم يسألنا إذا كل شيء مبسوطين عليه مثل ما بدكم أو هيك شيء، وحدا منا يعني حدا صار يقول احكوا له شو صار الظهر. فسألته أنا، قلت له معالي الوزير كل شيء تمام وفي إنترنت وفي ما بعرف شو، يعني القصص اللي بتطلبها المصور والصحفي لحتى يبعث صوره. بس قلت له صار اليوم حدث صغير بالمطار وواحد من زملائنا ضرب بشكل يعني مزعج كتير. فالجواب تبع الوزير كان قال كيف أنا ما عندي خبر بالقصة، مين هو، خلونا نعتذر منه فورا شيء، يعني أكيد أنا بتضايق من هيك حكي. فقلنا له بصراحة ما نعرف اسمه بس كان على التلفزيون السوري موجود بالمطار. عم قالنا سوري معلشي، إذا هيك معلشي، يعني لو كان أجنبي كان بده يعتذر منه، بس وقت سمع أنه سوري قال معلشي. هي قيمة الإنسان والمصور والإعلامي. بالكواليس أكثر صورة أنا لنقول حميمية قدرت صوره إياها هو مع زوجته وابنه، حامل ابنه، كان ابنه عمره وقتها سنة. كانت هاي الصورة خلال زيارة للندن، وكان لها هدف تسويقي واضح جدا، يعني لأنه إذا منتذكر هاي الزيارة للندن كانت بنهاية عام 2002، وقت أعياد الميلاد ب 2002. وإذا بتتذكر الفترة تبع 2002، نهاية عام 2002 هي الفترة يلي الغرب عم يحضر حاله للحرب في العراق. فهالصورة هي الوظيفة تبعها واضحة، اللي هي بتقول تقريبا أنا لست صدام حسين، أنا لست صدام حسين، أنا مع زوجتي مع ابني، أنا حامل ابني، أنا أب بسيط عادي تلقائي. أول شيء شفتها بكثير أماكن، يعني كنت أوقات أطلع بتاكسي لاقي هاي الصورة موجودة بقلب التاكسي أو شيء، فتم تسويقها لنقول بشكل كثير واسع. بس تفاجأت بشغلتين. أول شيء إنه في مجلة لبنانية يعني تابعة لدار الحياة اسمها لها، حطت هاي الصورة وقتها غلاف، فمنع العدد بسوريا، مع إنه يعني مفروض يكون ترويجي وهيك، بس لأنه على الأغلب أو بشكل واضح يعني أنه هذا الخطاب كان للخارج، هذا الخطاب كان للغرب، ما كان خطاب لداخل سوريا. يعني لداخل سوريا ما في داعي نشوف الرئيس بهالشكل اللطيف. هي أول شغلة فاجأتني. ثاني شيء أني التقيت بعدد من الشخصيات الإعلامية لنقول أو اللي بتشتغل مع الرئيس، وكان منها في بعض منها بتشتغل بالقصر من أيام حافظ الأسد، وكانوا كتير غضبانين من هالصورة، يعني لأنه قالوا إنه هاي الصورة ما أنا منيحة، هاي الصورة بتبين بشار الأسد كأب حنون، ما بدهم هيك صورة أبدا، بفضلوا تكون صورة باللباس العسكري على ساحة المعركة ولا شغلات من هالنوع، لأنه الرئيس لازم يكون شخص قوي ويخوف، ما يكون شخص طيب قوي حتى الناس تشوفه ضعيف تقريبا. يعني فهي شغلات فاجأتني بهاي الصورة بالذات. بتذكر بال 94، سنة ال 94 كان في زيارة لسوريا للرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم، اللي هو أصله من سوريا من مدينة يبرود. فأنا حبيت غطي الزيارة، وكان في مجلة أرجنتينية طالبة مني غطي الزيارة لها. بس كان في مشكلة وقتها بالنسبة لوزارة الإعلام لنقول السورية، إنه أنا ماني مصور سوري معتمد يعني مع بطاقة سورية وهيك، ولاني مصور أرجنتيني جاي من الأرجنتين فتعتمدني السفارة أو هيك، يعني أنا مصور مستقل. فرفضوا يعطوني بطاقة لحتى أغطي الزيارة، وبدي أغطيها وما بعرف كيف. ففي حدا نصحني وقتها قال لي بدك مزبوط تغطيها، قلت له إيه، قال لي سهل جدا، قلت له شو، قال لي بتاخذ سيارة من العائلة، يعني من سيارة الوالد أو هيك شيء، وتطلع على بتروح باتجاه يبرود. الطريق تبع يبرود رح يكون مسكر لأنه في موكب رئاسي وهيك، بس أنت توصل على الحاجز ما بتقول أنا مصور ولا أنا صحفي ولا أنا جاي من باريس أو أي شيء من هالنوع.
بتهجم على الحاجز يعني لك انه هجوم مع ادويه عاليه وزمامير وعياط وصريخ وهيك، وقت بيقربوا عليك بتقول لهم افتح بسرعه مستعجل او هيك شيء. فقال لي هي طريقه المخابرات مثلا او طريقه جماعه الامن وهيك. فما حدا راح يسترجي يقول لك مين انت ولوين رايح وهيك، بالعكس بيخافوا راح يفتحوا لك طريق. متى ما مريت اول حاجز او الثاني بعدين بتصير بمنطقه تقريبا كل الناس اللي فيها مسموح لهم يكونوا، ففيك توصل ليبرود تصف السياره وتنزل تصور مثل ما بدك، ما حدا حيقول لك شيء. استغربت انا، قلت له معقول في رئيس دوله اجنبي وقصص هيك؟ ما معقوله. قال لي نصيحه هي افضل طريقه. وبالفعل رحت وصورت وعملت سكوب، يعني انجزت موضوع وقتها كثير شيق بهالوسيله هي. فاوقات نضحك نحن وكنا نقول اونلي ان سوريا، يعني لانه فقط في سوريا بيصير هيك شغلات، انه واحد ما معه تصريح وما معه اذن وما مفروض يكون بهالمكان، بس بيقدر يكون بهالمكان اذا بيعرف لنقول الشفره او اذا بيعرف طريقه التعامل مع النظام. يعني اللي خلاني انحاز للثوره هو كل شيء، كل شيء صار. يعني ما كان في الواحد باي طريقه ما، او اذا بده يكون كثير 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 عم يكذب على حاله، بس اذا بده يكون صريح مع حاله كل شيء صار كان بيدعم بيدفعك انك تدعم الثوره، انك تدعم الناس، انك تدعم الشعب السوري. يعني في بالميزان، الميزان بالنسبة لي واضح، يعني الناس بيحطوا بالميزان بيقولوا لك يا بشار يا داعش، لا أرفض البشار. أنا الميزان تبعي لا مش يا الشعب السوري يا اللي عم يقتل الشعب السوري. اللي عم يقتل الشعب السوري في بشار وفي داعش وفي منظومات تانية إلى أسامي أخرى إلى آخره، بس الميزان واضح، فأكيد أنا مع الشعب، ما في أي نقطة استفهام، ما في أي لحظة تردد. أنا مع الشعب، أنا مع الناس اللي فقدت كل شيء، أنا مع الناس اللي انقصفت بيوتها، مدارسها، الأطفال اللي تهجر، يعني كل شيء شفناه ما في أي لحظة فيك أنت تتردد. قبل أيام قليلة حط الفيلم الوثائقي إلى سما رحاله في متحف الهولوكوست بواشنطن، تم عرض الفيلم وعقد حلقة نقاشية حوله، وهو ما شكل آخر خطوات النجاح يلي حصده من أول أيام عرضه. Thank you for joining us this evening to see the award-winning documentary for Sama. بحلب مدينتي. لسا عم صور، هذا الشيء اللي عم بيخلي معنا لوجودي. Through these 5 years when I was shooting all this material, I've never. خلال الخمس سنوات الماضية وعندما كنت أصور الفيلم لم أكن أخطط أبدا لعمل هذا الفيلم الضخم، مع العلم أنني عملت من قبل في مجال مثل الأخبار والأفلام والقصص الوثائقية القصيرة. وعندما التقيت المخرج في بريطانيا بدأنا بالحديث عن إمكانية إنتاج فيلم وثائقي، وذلك بسبب قيامي بجمع عدد لا يحصى من المواد التوثيقية التي قمت بتصويرها في مدينة حلب. And try to protect them as much as I can, in the hope that one day someone outside will take this material and do a film. Hamza, أنا حامل. Sama. I'll never forget the first time when Wad and I sat together and she did me the honor of like. لم أنسى أبدا اللحظة التي كنت قد بدأت فيها بهذا العمل مع وعد، وتشرفت بأن أدخل في حياة هؤلاء الأشخاص الرائعين. وكما قالت وعد، كان هناك الكثير من المواد المصورة التي حصلت عليها هناك، لذا فعندما بدأنا عرفت منذ اللحظة الأولى سيكون الفيلم عن حياة وعد في حلب. Most extraordinary archive of documentary footage that I think has ever existed. أحبك كثير أكثر. في ضرب كثير اليوم. We hope and we live for the day when we can be back.
آمل أن أكون على قيد الحياة في تلك اللحظة التي نستطيع فيها العودة إلى سوريا. أنا لا أتحدث عني فقط، وإنما عن 6 ملايين لاجئ، وإذا بقي الأسد في الحكم لا أحد منا يستطيع العودة لكي يقتل أو يعتقل مرة أخرى. لذا نتمنى حقا أن تتغير السياسة في سوريا ويرحل الأسد، حينها سوف نعود حتى لو مشيا إلى حلب لنبني بلدنا من جديد. Back to Aleppo walking, we will be back and hope to start build Syria. سما، رح تسامحيني؟ ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، وهذا الأمل اللي مصبر ملايين السوريين حول العالم. لهون منكون وصلنا لنهاية الحكي سوري لليوم. نشوفكم الثلاثة الجاية بنفس الموعد. إلى اللقاء.